مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بين صيف وجاء مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا، رحبوا معي بسبيشال بزنس مان مستر حاتم، The founder of ATB Intellectual Property. بداية أسأل الله أوقاتك. حياك الله، أهلا وسهلا فيك وفيك يا أخي. أستاذ حاتم، في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ طبعا أنا اسمي حاتم طالب عبد الغني. قبل ما أجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كنت أستاذ جامعة، لأن أنا أحمل شهادة الماجستير، فكنت أدرس في جامعة. ومن ثم جيت لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1999. بدأت حياتي المهنية أول ما بدأت مع شركة بريطانية في مجال الملكية الفكرية، وكان هذا في ذاك الوقت طبعا شيء جديد احنا ما كنا نعرفه، وشاءت الصدفة والأقدار اني ادخل هذا المجال. وتعلمت هذا المجال في من خلال شركة بريطانية كان لها مكتب إقليمي وشركة رائدة في هذا المجال. اشتغلت معهم 5 سنوات، تعلمت المهنة بشكل جيد، اتقنتها الى حدود جيدة جدا. ومن ثم شفت انه انا عندي طموح، وكان العمر يسمح بذلك، هذا الكلام بال2005، بحيث اني اقدر ليش ما افتح شغل خاص فيي انا، ما دمت اصبحت املك العلاقات والمقدرة والعلم والمعرفة في هذا المجال. وبدأت انا وزملائي لي فتحنا شركة بال2005، واشتغلنا مع بعض. للظروف تفرقنا، إشي منا أخذ هجرة وطلع من الدولة، أمور أخرى، ولذلك بعدها قررت أفتح شركة لوحدي. من 2005 أنا صاحب شغل مع زملائي، ولكن من تقريبا سنة أنا فتحت الشركة الخاصة فيه واللي أنا أملكها كليا، وإن كان يوجد معي طبعا حوالي في دبي هون تقريبا 40 موظف. كذلك الأمر عندنا شركتنا لها فرع في مصر موجود في القاهرة، مكتبنا له فرع موجود في المغرب، له فرع موجود في كمان الأردن. جميل جدا. أستاذ حاتم، حابين نعرف الخدمات اللي أنت بتقدمها للزبائن. إحنا بنقدم خدمات طبعا موكلين بعمومهم، إحنا ما عندنا موكلين تقريبا عرب، جميع موكلين كلهم شركات عالمية. بنقدمهم خدمات تسجيل علامات تجارية، تجديد العلامات التجارية، اعتراضات، بنقدم لهم خدمات في حماية العلامات التجارية وبراءة الاختراع. طبعا شغلنا يتراوح ما بين الوزارات اللي هي قائمة على عمليات التسجيل، الجمارك اللي هي خلينا نقول اللي هي السور او الاول للحد ومكافحة المنتجات المقلدة، الشرطة، والدوائر الحكومية الاخرى القائمة على حماية المستهلك. فبالتالي احنا بنمثل الشركات في هاي المجالات. حابين نعرف سر التميز والنجاح، وكيف قدرت تكسب ثقة العملاء وشركات عملاقة. صراحة كانت من النقاط القوة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين، اللي هي المقدرة على العمل تحت الضغوط، والمقدرة على التنوع بتقديم الخدمات، والمقدرة على تقديم الخدمات في منطقة جغرافية كبيرة. لأنه بقدر أقول لك أنه أغلب المكاتب المنافسة إلنا متقوقعين في مكان جغرافي، جدلاً بتلاقي مكتب ما قائم ويعمل في دولة الأمارات، مكتب آخر يعمل بالكويت، مكتب آخر يعمل بمصر. أما أنك تكون أنت تستطيع تمثل موكلك وتقدم له خدمة في أكثر من 25 دولة، والموكل يكون واثق أنت هذا الدول اللي أنت بتمثله فيها حتعطيه نفس جودة الخدمة اللي بتعطيها في دولة الإمارات، هيكون أسعد له ومتشجع أكثر أنه يتعامل مع مكتب يغطي له منطقة جغرافية كبيرة، مقابل أنه يتعامل مع 20 شركة منفصلة، سياستها تختلف، مقدرتها تختلف من دولة لأخرى. فهذه هي النقاط اللي أنا شفتها من خبرتي اللي ساعدتني أني أستطيع أقنع أكبر عدد ممكن من الشركات أنه نكون ممثلينهم في هذا الكم من الدول. السيد حاتم، اليوم احنا موجودين طبعا بالمؤتمر حضرتكم، طبعا يعني حكيته ووجهته رسالة للدوائر الحكومية بالنسبة للملكية الفكرية، تمام. حابين نتعرف على رسالتك للمستهلك اليوم بالأشياء المقلدة.
قبل ما أجاوب على سؤالك لابد لأكد على شيء مهم جدا، إنه حماية العلامات التجارية أو الملكية الفكرية هي ثلاث أركان. الركن الأول هي القوانين الموجودة على الحماية، الركن الثاني اللي هي السلطات اللي احنا موجودين معهم في المؤتمر اليوم واللي احنا بشكل سنوي بنجتمع معهم، لانه بهمنا جدا نتبادل المعلومات والخبرات عن المنتجات المقلدة، ماشي، ومكافحة المنتجات المقلدة، لانه لولا وجود القانون ولولا وجود السلطة التنفيذية القائمة على تطبيق القانون وحماية القانون وحماية اصحاب الحقوق لما تم تحقيق الهدف. النقطة الثالثة واللي هو الركن برضه مهم جدا اللي هو المستهلك، لانه لولا وجود المستهلك اللي يشتري المنتجات المقلدة اللي قد تكون مؤذية لما وجدت المنتجات المقلدة، فبالتالي هو مهم. المستهلك يجب أن يأخذ الأمر بجدية، لأنه زي ما شفتوا حضراتكم في المؤتمر إحنا بنتكلم على منتجات مقلدة بخصوص الأغذية، بنتكلم على منتجات مقلدة أدوية، نتكلم على منتجات مقلدة بالعطور والمكياجات، نتكلم على منتجات مقلدة بقطع الغيار. إذن ما هو الدور المنوط بالمستهلك؟ المستهلك في عليه واجب أنه يتيقن قبل ما يشتري المنتج أو أي منتج أنه هذا المنتج أصلي، فواجب عليه يتحقق. إحنا بنعرف عايشين في دولة زي دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل وجود قوانين تحمي حقوق المستهلك، فواجب على كل مستهلك يطلب فاتورة لما يشتري منتج، لأن المقلدين لا يقوموا بتزويد وثائق أو فواتير تثبت أنهم هم كانوا مصدر المنتجات المقلدة. فالمستهلك لازم يعرف حقه. إحنا بنروح على أي سوبر ماركت أي دكاني بدك صدي بتقول لك كمستهلك اعرف حقك، حقي اطلب فاتورة، حقي اطلب من البائع او المكان اللي انا اشتريت منتجي انه المنتج اللي بيكون بالترويج له هو منتج صحيح، مصدره صحيح، ضمن ايش المواصفات المعمول فيها في الدولة. فبالتالي الثقافي واجب ولازم يكون المواطن عليه دور، زي ما كان هلأ في اقتراح على سبيل المثال مع أخواننا في الدار الاقتصادية في رأس الخيمة، طرحنا عليهم مبدأ أنه نقوم بدورات تدريبية في المدارس الثانوية للبنات والبنين، فعلى سبيل المثال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لأنه يجب أنه نخلق جيل متعلم مدرك واعي فاهم عن الملكية الفكرية ومخاطر الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال تدريب البنات في المدارس عن المكياجات والأمور المستخدمة من قبل البنات التقليد، لأنه البنت الصغيرة لما تنمو وتكبر وتعرف الأصل من المقلد ومخاطر المنتجات المقلدة تصبح ثقافة حياة عندها مكافحة التقليد أو السعي وراء المنتج الجيد وحماية حقوقها. عندما أعطي تدريب للطفل الذكر أو الشاب في المدارس عن المنتجات والأشياء التي تهمه وأدخل فيها مبدأ الملكية الفكرية، أنا بخرج جيل قادم مدرك لحقوق الملكية الفكرية ويسعى لحماية نفسه وحماية مجتمعه. شكرا لك مستر حاتم على هذه الرسالة الجميلة اللي بتوضح للمستهلك اللي هو واجبه وحقه أيضا. نعم. في معرفة طبعا حقوقه وواجباته. شكرا جزيلا. العفو. أستاذ حاتم، إحنا عايشين في بلد الأمن والأمان دولة الإمارات العربية المتحدة، شيوخ دولة الإمارات ما قصروا، وأيضا حكومة دبي والدوائر الحكومية ما قصرت وساعدتكم وقدمت لكم الدعم اللامتناهي. حابين نسمع منك أستاذ شكر لشيوخ الدولة والحكومة دبي. طبعا الشكر أكيد، لكن في نقطة مهمة اللي نتكلم عنها اللي هي التميز. يعني كل الدول بتقدم وبتقوم على حماية بلدها وعلى حماية مواطنيها وعلى التقدم، هذا إشي عام بكل الدول، لكن التميز مش كل الدول تملك التميز كما هو موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي القائمين هم اللي خلف هذا التميز. فعلى سبيل المثال لما نيجي نتكلم على الدوائر الحكومية، أنا في مجال عملنا طبعا مما لا شك فيه إنه التميز الموجود في الدولة مش موجود في أي دولة عربية أخرى أو أي دولة محيطة. على سبيل المثال إحنا قبل أسبوعين كنا في اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية، قمنا بزيارة لواء مدير التحريات في شرطة دبي والأخوة في الدار الاقتصادية. ليش؟ لأنه أجوا يشكروا الدوائر الحكومية لأنهم وجدوهم
أفضل سلطات تتعامل معهم وتقوم على حماية حقوقهم مش بالمنطقة ولكن على مستوى العالم، لأنه التعاون السلاسي اللي بنوجدها كلنا احنا كمواطنين وكبزنس وكتعامل يومي، السلاسل اللي بتوجدها في المطار، السلاسل اللي بتوجدها بالسوق، السلاسل اللي بتوجدها بالشوارع، السلاسل اللي بتوجدها بإنجاز معاملاتك، السلاسل بحماية حقوقك لن توجدها بدولة أخرى. صح، يعطيك العافية على كلامك الطيب، وأكيد احنا بنتمنى دوام نعمة الأمن والأمان، والله يطول في أعمار شيوخ دولة الإمارات. أستاذ حاتم شكرا كثير لاستضافتك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يبارك فيكم وشكرا لكم. شكرا مشاهدي الكرام، ولهنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.